أهلا وسهلا فيكم بدارس جيتار دوت نت، معكم رمزي ودروس الفلامينكو جيتار. رح نحكي بهاللسن عن رابع باترن للرومبا سترومينج، يلي هو على الشكل التالي: اي داون، اي لتحت، بعدين خطوة ساكتة ما بنعمل فيها شي، بعدين راسكيادو اي اي ام اي لتحت، نرجع اي لفوق، بعدين سكتة، بعدين اي لفوق، بعدين سكتة، بعدين اي لفوق. اوكي، سو 8 خطوات. خلينا نعيدهم: اي لتحت، خطوة ما بنعمل فيها شي، بعدين اي اي ام اي راسكيادو لتحت، اي لفوق، سكتة، اي لفوق، سكتة، اي لفوق. اذا بدنا نعمل هالباترن مع المترونوم وكورد الاي ماينر بيكون الصوت هيك.